ويا ابو فاطمه العراقي. عندك اجابه ابو فاطمه العراقي على سؤالنا؟ بالنسبة للاستخلاف الإلهي، الله ما ثبته لا انت عارف ايه ينال السؤال حق يا ابو الظالم. فاطمه؟ ابو فاطمه انت عارف ايه السؤال؟ أي تقول بأن هل هنالك نص في القرآن أو لا رسول الله في والله ما توصيف سالت علي بن السؤال أبي ده يا طالب اخي، والله حقيقة؟ ما سالت السؤال ده. انتوا ليه بتأولوني اسئله انا ما قلتهاش اساسا؟ هو فهم الشعب المقلوب؟ يعني انتوا بتفهموا ازاي؟ ابو فاطمه بجد انا عايز اسالك سؤال كراجل شيعي، يعني انتوا بتفهموا ازاي؟ شو تريد انت؟ انتوا اللي لا انا بسالك سؤال يقول ابو نص فاطمه قران علي او نص قول يا رسول عم الله. ابو فاطمه، ما جاوب. انتوا بتفهموا ازاي؟ يعني بتفهموا منين طيب؟ بلاش ازاي، منين؟ ايش عندك انت؟ شنو؟ صناعة قنبلة نووية صنعت لك. أي انتوا طالب علم بتفهموا منين وطالب يا ابو علم. انا ما سالتش السؤال ده اللي حضرتك داخل تجاوب عليه ده اولا. انت بقى يعني كل شيء بيطلع بيخترع ان انا سالت سؤال مختلف عن الاخر. انتوا بتفهموا يعني ازاي تقول كشيعه؟ انت هل تحقق الوعد الالهي في استخلاف علي لو ما تحقق؟ لا مش ده سؤالي. هل وعد الله والنبي علي ان يكون خليفه؟ وكيف تحقق وعد الله لابليس ولم يتحقق لعلي؟ ده سؤالي، اتفضل. الله سبحانه هم جعل ابراهيم ان جعلك الناس اماما، ولكن ابراهيم ليس له الحكم بيد الظالمين. مش فاهم بصراحة. يعني أنا هسأل تاني أبو فاطمة السؤال، هل وعد الله علي بالخلافة من بعد النبي يعني مباشرة؟ علي شوف الحسن والحسين إمامة قاموا، يعني إمام ما شاء الله علي دخلنا إذا حسينية لم دلوقتي، يحكم. إحنا كده دخلنا لا 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 حسينية. يا عم ما أنت سألتكش ما الحسن تفهم والحسين يوم قام وقعد ويا زهراء غيثيني، أنا ما يا بتكلمش في معاك في الموضوع ده. الاستخلاف الإلهي، الاستخلاف الإلهي، الوعد الإلهي ما تسلم من الشخص طب سواء حضرتك كان ممكن اسال حاكم أو سؤال؟ غير ممكن حاكم، بس تفهم هو السؤال؟ خليفة الله. ممكن تفهم السؤال؟ ممكن تفهم؟ ادي يلا لنفسك فرصه جاوب، شو عشان تفهم. عندك؟ دلوقتي يلا وعدك فهمنا فهمنا يا مفهم، يا مفهم سليمان فهمنا. يلا الله المستعان. الان الله وعد علي بالخلافه من بعد النبي مباشره، صح؟ صح. كيف وعد ولم يتحقق هذا الوعد؟ الخلافة السياسية والدينية، تفضل. الإمام علي إذا ما كان حاكم تسلم منه خليفة الله أو الوصي، هذا العنوان ينسلم من علي بن أبي طالب. يا أخي رد على قدر سؤالي، كيف وعد ولم يتحقق الوعد؟ هذا طعن في يا ذات الله. أخي يا أخي، حتى لو كان الإمام علي ما حكم فما ينسلم منه خليفة رسول. هذا أخي وابن عمي وخليفتي عليكم لحمه ولحمي ودمه ودحمي. أنت ايه تبي بالدنيا دمه؟ ايه وتمام دمه الرواية يا دحمي؟ أخي؟ حديث ما علي ما تضحك، ايش عندك؟ شنو عندنا؟ يا راجل روح نام يا راجل، شد البطانية ونام في الحر ده، يمكن تفطس وتموت ونخلص منك.